55878 درهم هو دخل الفرد السنوي للمواطن المغربي. هذا الرقم جات به منظمة نيو وورد ويلث واللي قالت باللي الدخل الفردي للمواطن المغربي باقي من بين الأضعف عالميا، وجاو المغاربة في المركز السابع إفريقيا من حيث نصيب الفرد من الدخل السنوي اللي ما كيوصلش لستة ديال المليون سنتيم. هذا التقرير ديال نيو وورد ويلث على الأقل حدد سقف الدخل الفردي في 5800 دولار، في حين أن مجموعة من التقارير الدولية الأخرى ضمنها تقرير المؤسسة العربية لضمان الاستثمار كان قال أن دخل المغاربة الفردي هو من بين الأضعف عربيا وكيتصنف ضمن شريحة الدخل المتوسط. وحددات متوسط الدخل الفردي في المغرب في 3392 دولار أمريكي اللي هي 3 ديال مليون و 80000 ريال تقريبا. وفي هذا التقرير كان المغرب متصدر مصر وجيبوتي والسودان واليمن ثم موريتانيا اللي كانت في آخر القائمة. نفس التقرير العربي صنف المغرب في الرتبة 13 وقال باللي الدخل الفردي السنوي للمغاربة في سنة 2016 غيوصل 3896 دولار أي 3 ديال المليون و 160000 ريال. المغرب مقارنة مع دول التعاون الإسلامي كيبان الدخل الفردي ديالو ضعيف جدا، وإلى بغينا نرجعو السنوات الفارطة فسنة 2015 الدخل الفردي وصل ل 61674 درهم، أما في سنة 2014 فكان غير 59918 درهم، فيما كان في سنة 2013 وصل 58506 درهم، في حين في 2009 كان دخل المغربي ما كيتجاوزش 49200 درهم. بالرجوع لتقرير منظمة نيو وورد ويلث، فدولة الموريشيوس تصدرات ترتيب أكثر 20 دولة إفريقية من حيث نصيب الفرد من الناتج الداخلي الخام، بحيث الدخل الفردي ديال مواطنيها كيقارب 22000 دولار اللي بالريال كتساوي 22 مليون تقريبا، متبوعة بدولة جنوب إفريقيا بما يفوق 10000 دولار للفرد الواحد بفارق بسيط عن دولة ناميبيا اللي جات في المرتبة الثالثة بما يفوق 10000 دولار أمريكي اللي هي 10 ديال مليون سنتيم، وجات في المركز الرابع بوتسوانا بما يفوق 8 ديال مليون سنتيم، أما الغابون فجات هي الخامسة ب 8 ديال مليون سنتيم، في حين الجزائر جات في المركز السادس إفريقيا بما يفوق 6 ديال مليون سنتيم للفرد الواحد. وباش نوضعوا هاد الأرقام في مستوى عالمي يكفي أننا نعرفوا باللي سويسرا جات في المركز الأول من حيث نصيب الفرد من الثروة، ووصل الدخل ديال المواطن السويسري ل 285 مليون سنتيم للفرد الواحد، وجات أستراليا في المركز الثاني بما يفوق 204 مليون سنتيم، والولايات المتحدة الأمريكية في المركز الثالث ب 150 مليون سنتيم للفرد الواحد.